الآن بصدد حديثنا عن الجهاد القتالي، نظرا إلى أن هنالك موجبا له وهو الاحتلال، الاغتصاب، الهيمنة على الحقوق بل على الصدور. نحن نتحدث إذن عن الجهاد القتالي أو نبحث عن الجهاد القتالي، إلى ما انتهى مصيره في حياتنا؟ لكي نجيب عن هذا السؤال لابد أن نبدأ فنسأل السؤال التالي: هل المناخ الجهادي متوافر في مجتمعاتنا الإسلامية العربية اليوم؟ طبعا لكي ينهض المسلمون بهذا الواجب الجهادي ينبغي أن يكون المناخ مهيئا لذلك. فأنا أسأل: هل هذا المناخ متوفر؟ أظن أننا جميعا إذا فكرنا سنتفق على إجابة واحدة، وهي مع الأسف هذا المناخ غير متوفر. المناخ الذي أعنيه هو وجود مجتمع يتألف نسيجه من أفراد، إن لم أقل كلهم فجلهم، نعم، اصطبغوا بالصبغة الإيمانية الحقيقية وعرفوا حقيقة هذه الدنيا التي يعيشون فيها، علموا أنهم يمرون بمعبر فيها إلى مقر، وعلموا أن الدنيا عبارة عن سلسلة أعمار تبدأ بالولادة وتنتهي في ميقات محدد بالموت، وأن الموت ليس عدما وإنما هو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وصدق الله القائل: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم يكون هؤلاء الناس متحررين من سلطان الشهوات والأهواء بالقدر الممكن أقول، وإن لم يتسنى لهم أن يتحولوا إلى ملائكة، نعم، متفقون على الرؤية الأساسية الواحدة للإسلام، لا تتوازعهم المسالك المختلفة والدروب المتنوعة بحيث يعودون إلى فئات متخاصمة متشاحنة، كل فئة تعتز برؤيتها واجتهاداتها، نعم، هذا هو المناخ الذي أعنيه. هل هذا المناخ مهيأ؟ هذا المناخ غير مهيأ. إذن نحن لكي ننهض بواجبنا القتالي لدرء هذه الأخطار عن مجتمعاتنا ولتحريرها من المغتصب والمحتل، لا أقول فلسطين فقط بل هنالك بقاع كثيرة أخرى، ينبغي لكي نصل إلى القيام بذلك الواجب ينبغي أن نبدأ بإيجاد هذا المناخ، ينبغي أن نوجد هؤلاء الأفراد الذين لخصت لكم صفاته. إيجاد هذا المناخ لا يتوقف على أي لون من ألوان الجهاد القتالي، وليس سبيله كما قد يتصور البعض تكفيرا، تبديعا، قتالا، خصومات، ليس هذا هو سبيل السعي إلى إيجاد هذا المناخ، وإنما سبيل ذلك دخول في طريق طويل وشاق ويحتاج إلى صبر ومصابرة. هذا الطريق يتمثل في أن يقرع الواحد من أمثالنا المؤمنين المصدقين الذين يتحرقون على إيجاد هذا المجتمع الذي أقول يطرق أبواب إخوانه ويتسبب لي
الجلوس معهم ومحاورتهم بأعلى درجات اللطف والشفافية وبأسمى مشاعر الغيرة والحب. نعم، نلقى هؤلاء التائهين، هؤلاء الشاردين، هؤلاء الذين تحكمت بهم تيارات الوافدة الجانحة. نعم، ونجلس معهم لنحاورهم، نفعل ما أمر به الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نعم، هذا كلام كرره بيان الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أعتقد أن هذا الواجب الجهادي قد نام عنه الكثير من إخواننا الذين أعدهم من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. دخول في هذا الطريق لا يتمثل في قتال، لا يتمثل في خصومة، لا يتمثل في ما يعني يعبر عنه بالانفجار الأعظم الذي تولد منه هذا المجتمع لحين غرة كما يقول بعض الناس، يعني عن طريق انفجار هكذا بشكل اعتباطي، هذا لا يتحقق. هذا لابد من الدخول إلى طريقه عبر منهج يكلفنا الصبر والمصابرة، يكلفنا تحمل كثير من أنواع المشاق. قد نجد في طريقنا ألوان من السخرية، قد نجد في طريقنا إلى ذلك مظاهر من الردع. نعم، كل ذلك ينبغي أن لا يثبط هممنا، كل ذلك ينبغي أن لا يدعونا إلى التراجع. نعم، والشيء الذي يعني يثير عجبي ولا ينتهي هذا العجب، أن في إخواننا الذين يحلمون بإقامة الدولة الإسلامية يرون أن السبيل الوحيد بل الأوحد إلى ذلك الخروج على الحكام ومواجهتهم بالقوة. طيب، إذا قلنا لهم قبل أن تخرجوا على الحكام وتواجهوهم بهذه القوة، قوموا بواجبكم، واجب الدعوة إلى الله، اجلسوا مع التائهين في لقاءات. يقول نحن نمنع من ذلك، لا نتمكن. أنت تمنع من أن تؤدي رسالتك الكلامية المضمخة بالحب ولا تمنع من الخروج عليهم؟ هذا شيء غريب. يعني أنت تغامر في الخروج على الحكام ولا تسأل عن الجهود التي ينبغي أن تبذل وعن المواجهة التي ستعترضك. وإذا قيل لك تعالوا نفذ أمر الله عز وجل، أنت داع، تقول والله عذري أنني سأمنع من تمنع من كلمة المضمخة بالحب ولا تمنع من الخروج عليهم. هذا شيء عجيب وغريب أيها الإخوة.